البداية باش تكون بتقرير مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريدي في العام هذا، وين يقول أنه معدل الخصوبة عند النسان خفض منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2021، بلغ الفارق في الفترة هذه 0.8 نقطة حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء. ويأكد التقرير أنه فما عدة معطيات، منها تأخر سن الزواج. خلينا نعطيكم بعض الأرقام، وين الفئة العمرية اللي بين 25 و29 سنة سجلت أكبر عدد زيجات عام 2021 ب 26,007 زيجة. نلقاو الفئة العمرية بين 30 و35 سنة تضم أكبر عدد زيجات بالنسبة للرجال ب 23,444 زيجة، وإذا يبين أنه سن الزواج عند المرأة أقل من سن الزواج عند الرجل. نحكيو على الفئة العمرية بين 15 و19 عام، وين سجلت الفئة هذه 2,957. في المقابل نلقاو عدد الرجال المتزوجين البالغين من العمر 50 سنة، نلقاهم 6,083 زيجة. والمعطيات هذه تفسر قبول المجتمع التونسي بالزواج المبكر للفتيات ورفض نسبي لزواج النساء في سن متأخر. التعليق كانت هكا: المعيشة أغليت، الواحد ما عادش خالط لا على العرس ولا على الصغار. وفما اللي كتب وقال: الصغار اليوم ولات مسؤولية، والمرأة بالخدمة ما عادش خالطة، يجعل هيشي تخلط على صغير واحد أكهو. حسب الأرقام دونك ما بين 25 و29 هو السن العمر الإيديال بالنسبة للمرأة نتاع الزواج. فيه نلقاو أكبر عدد زيجات سنة 2021 وين صارت الدراسة. بالنسبة للرجال الفئة العمرية الكونسيرنية أكثر بالزواج هي 30-35 عدد الزيجات بالنسبة للرجال في الفئة العمرية ذيك سنة 2021 يتجاوز 23,000 حالة الزواج. حاتم بولابيار نبدأ معك. نحب نصلح حاجه، الانخفاض هو 0.6 لانه تعدينا من 2.4 ل 1.8 دونك هذا بون نوفيل ديجا مش 0.8 دونك مي برشا العدد. علاش؟ لان نحب نشكر سي على دبور المركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراه، وخاصه الدكتوره ثريا بالكاهيه وابو ثين اللي اعطتني رابور. هو خرج لبرا ما تهولي قبل مش نجم نحلل. هو رابور 90 صفحه ندعو التونسيات التونسيين كل مش يقراوه، مهم جدا، يعطي فكره شامله على المراه التونسيه. نسبه الخصوبه في انخفاض من 2.4 الى 1.8 0.6%. ايش معناتها؟ نجم نذكروا ايش معناتها معدل الخصوبه. معدل الخصوبه هو مقياس يستخدم لتحديد متوسط عدد الاطفال اللي يجيبها كل امراه من سن 15 ل 49 اللي هو ما يسمى حياتها الانجابيه. دونك ام معين كل امراه قاعده تجيب المعين كلها. دونك في تونس تعدينا من 2.4 كل امراه كانت تجيب 2.4 معدل، فما ثلاثة فما الواحد فما الصفر. لا معين 2.4 لا معين 1.8. وعليه هذا خطر ويجب ان ندق نقص الخطر، يعني يفوت يغلى سون دالغم، لانه نحن طحنا من معدل الخصوبة المطلوب للحفاظ على الاستقرار السكاني. لأنه للحفاظ على الاستقرار السكاني أو ما يسمى التجديد الجيلي رينوفيلمون جينيراسيون يلزم 2.1. احنا تحنا تحته هذا، تحنا تحته. وش معناته اذا انخفض هذا المعدل؟ معناها تحت هذا المستوى اللي يبدا نسبة سكان في الانكماش. نحن اليوم برشا نقولوها وصلناش 12 مليون، عندنا برشا نقولوا 12 مليون ما وصلناش. نحن اليوم اوفيسيلمون جانفي 2024 حسب اخر رقم من معهد الوطني للاحصاء 11,887,000 مازال ما وصلناش. اذا الاشكاليه نعطي بعض الارقام الايجابيه. انت ديجا كنت تعطي ارقام اي معناتها في حاجه في الارقام بعد لا بعد الارقام الايجابيه. هو مؤمل الحياه الاسبيرونس دو في عند النساء خير اكثر من الرجال 5 سنين. النساء يعيشوا خير من الرجال بخمس سنين. في تونس 79 سنه للنساء 74 للرجال. ما عادش الناس الوميمة عليها يعيشوا خير منا، ما عادش يمكن وين تعطينا كلكو بيس نرجعوا لها بعدين نرجعوا لها. وهذا يمكن يعطينا الارقام البطاله في تونس 22% نساء 13% رجال. هذا اش معناتها؟ معناها اليوم النساء عندنا طاقة شغلية 22% مرأة على خمسة نجم تدخل معترك الحياة ونجم تساهم في الدورة الاقتصادية. آخر رقم نكمل به هو في الأردن ومصر عندنا 3.5، في اليمن 6. شو 3.5؟ نسبة معدل الخصوب معناها اللي نحكوا عليه. دونك إذا نحن في أدنى مستوى في البلدان العربية. هذا اش معناتها وفيد؟ معناتها اليوم يلزم الدولة تتدخل. علاش؟ باش يزيد في الرقم. نعطيك فكره شنو الحلول؟ في الحلول مثلا باش نزيدوا في الرقم هذا. شنو اليوم مثلا كي واحد يجيب وليد يقول عليه 15,000؟ مش معقول 15,000 في الشهر.
انا ما نطلبش من الدوله تعطي 400 اورو كيما فرنسا كل شيء، مي على الاقل 100 120 ألف على الاقل الدوله تجم تساهم في الفورنيتو سكولير. هذا فما دي بيست والدوله عندها امكانيه اذا كان اون فاس. سامحني رفيق، لا لا رفيق كمل الجمله بربي. اذا كان اون فاس نحطوا دي تاكس. اش معناتها؟ معناها الدوله تنجم تدخل روسيت جدد، معناها كيما الليسونس وكل شيء، وهذا باهي محافظه على البيئه، مي في كل حالات نجم تزيد، وهذا دور الدوله. هذا دور الدوله، نحطوا دي تاكس وميم تون عاونوا بالاكراهات اللي موجوده اليوم قدام الدوله، قادرين نتعديه واحنا من 10000 ل 150 دينار حتى نبولا بيار، مو نكونوا واقعيين شويه معنا. والحل نتاع زيد دي تاكس هو معناه سهل بالنسبه للدوله، انه باش تزيد دي تاكس، هي الدوله بيدا مقتنعه انه لي تاكس برشا اليوم، باش نزيدوا دي تاكس باش نعطيهم بعد 150 دينار للبيبي ولا للانفون الصغير حاتم تاخر سن الزواج. مي عموما الارقام ما يساعد، ما تصورت اكثر انا 25 29 مع البنيه تقرا، المراه تكمل قرايتها بمتريز ماستير، فما اللي حتى اللي تعمل دكتوراه، الراجل باش نقولوا احنا يعمل 3 4 سنين خدمه يحط تفتوفه على جنب ياخذ كريدي يحذر شويه روحه للديماراج نتاع الحياه والعرس. المرياج ما بين 30 و 35 سنه في ظل الاكراهات والظروف الاقتصاديه بتاع تونس نتاع العالم، ما ظهر لي صاد من مويندجنا في العرس بالنسبه للمراه وبالنسبه للرجل التونسي. هو راهو واقعنا مختلف على برشا دول عربيه اللي مازالت في ثقافتها الاولاد بثلاثه بالاربعه، ما عنده اقل من ثلاثه اولاد سما ما عندوش. نحن تجاوزنا ذيك بالسياسه اللي قامت بها الدوله في الستينيات، وهي بتحديد النسل والبلانينغ فاميليار. الملاحظه الثانيه، البنيه واللي تقرا معناها تكمل قرايتها 24 25 ans تخمم في العرس. قبل كانوا يعملوا الزوز، ما تولي معناها البنيه وليت عندها واقعيه اكثر، تقول لك انا نكمل قرايتي نرتاح منها ناخذ دبلومي ناخذ ندبر خدمه وبعدش نخمم في العرس. معناها عندها وصلت الوعي اللي كتبت عنها، هي عندها انسورس. كان الكوب ماشي مليحه وكتعاون يتعاونوا زوز ويعيشوا بالكدا، كان في صوره يوقع طلاق ولا انفصال وكل شيء يقول لك عندي دبلومي، عندي دبلومي، عندي خدمتي، عندي لانديبوندونس نتاعي وكهو. واخيرا راهو كي تقول لي 2.1 صحيح لوجيك، معناها الخصوبه هكاك لتجديد الواحد. اما كما قلت انت العباد اللي يعيشوا برشا، معناها قبل كان ليسبيرونس دو في 65 66، تجديد يكون 2.1 لوجيك، ان كوبل دو يتجدوا. توا ولاو برشا عباد دي جون مثلا الى حد الان عمره 20 ans 22 ans عزيز امه مازال حي. فهمت كيفاش؟ معناها ولينا نعيشوا بالقديم. وهذا ما يؤدي الى سكون ابيل التهرم السكاني. التهرم السكاني اللي احنا فيه يلزمنا نراجعوا القوانين. يا اخي كان ياخذ لانتريت الست اعطي امكانيه، اللي يحب ياخذ لانتريت 65 ans، اللي يحب ياخذ لانتريت 70 ans. وانا نعرف برشا عباد، شوفوا التاكسيات، فما نسبه كبيره من التاكسيات ناس انتريتيه تخدم باش يعاون روحه. شوفوا مثلا برشا مهن في القهاوي اللي سربيو في القهاوي في الرستورونات الكلهم فوق 60 وبرشا زاد فوق 70 سنه. معناها راهو المواطن التونسي ولا يقعد اكتيف حتى 70 سنه.